السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعي راح يكون عن الخوف، كيف تحل مشكلة الخوف. كثير من الناس بتعرض لموقف، أو أغلب الناس حتى بتعرض لموقف مثلا بحياته بمشكلة، فبعد ما تنتهي المشكلة بقعد يفكر بالسيناريو، ولو رحت من الزاوية الفلانية، لو مسكت وضربت وقفزت ونطيت ونزلت إلى آخره. تصير طبعا أول شيء طبعا الأعراض اللي بتصيبه ببلش انه عنده جمود في الحركه، ببطل يقدر يتحرك، بحس جسمه بارد او نفسه بارد، يعني النفس ببلش يبرد، نفسه بصير بضيق، ببطل يقدر يتنفس، نبض قلبه بصير سريع، مخه ببطل يقدر يفكر فيه نهائي، بصير بحس حاله مشوش، بحس حاله بفشل، يعني فشل مش قادر يتحرك، مش قادر. طبعا هاي كلها الاعراض بتصير، وفي ناس اكثر من هيك، وفي ناس ممكن تؤدي حتى الاعراض هاي تؤدي فيه للجلطه. طبعا المسؤول عن هذا كله اللي حكيت عنه، وفي لسه كمان اعراض ثانيه اللي هو هرمون الادرينالين. الادرينالين طبعا هذا الهرمون بسموه هرمون الخوف. الان احنا كبني ادمين ربنا اعطانا هاي الميزه، طبعا هي ميزه، اعطانا هاي الميزه انها بس ينفرز الادرينالين في الجسم المباشره، يعني بصير حرق السكر وبصير العضلات تاخذ اكسجين اكثر، فالنفس والقلب ببلش يشتغل اكثر. طبعا العضله بتحتاج اكسجين، الحركه بتحتاج اكسجين، فتلاقي الواحد بصير يتنفس بهذا الشكل، تلاقي بحس انه العضلات عنده قاعده تكبر. طبعا هاي بتعطيك قوه زياده، للعلم هذا الهرمون بيعطيك قوه زياده. لكن احنا كيف بدنا نتصرف اثناء انفراز هذا الهرمون؟ طبعا بالنسبه له انا حاط مجموعه حلول، طبعا هو اغلب اجتهاد شخصي مني من خلال تجاربي، من خلال تجارب شخصيه، ومن خلال تجارب الطلاب اللي عندي. راح اتكلم عن اربعه، اول اربع حلول. اول حل طبعا لازم شيء اجباري، لازم تنضم لنادي، لنادي بمارس اي رياضه قتاليه، كاراتيه، تايكوندو، كذا كذا، زي بغض النظر. وانا بفضل اي رياضه عنيفه، اي رياضه عنيفه طبعا بدون اصابات. اول شيء عندي الحل حيكون ذهني، في حل جسدي. الان لما بنفرز الهرمون، المخ بيعطي الامر انه ينفرز الهرمون، بنفرز الهرمون من فوق الكلى، الغده الكظريه بسموها. فالان بس ينفرز انا بدي اتعامل في البرمجه تاعتي حتبلش تشتغل. شو انا بتبرمج كبني ادم؟ انا زي الحاسوب، ممكن تنزل عليه لغه، بتعلم لغه جديده ببلش اتكلم فيها، صح؟ نفس الشيء اذا الانسان زي الحاسوب، فتعلمت حركات معينه، هاي الحركات اللي حتطلع معك بشكل لا ارادي من ناحيه برمجتك. نفس الشيء في البرمجه الذهنيه، اول شيء نتكلم عن البرمجه الحركيه. البرمجه الحركيه اللي لازم تتعلم تكنيك، التكنيك هي مجموعه حركات تركيبيه، يعني مركب مجموعه حركات، سواء كل رياضه لها مجموعه شكل. الان مثلا بالنسبه لي مثلا كاراتيه مثلا نلعب مثلا واحد، مثلا لعبت اثنين نزلت مثلا ثلاث، ماشي؟ يعني لعبت واحد مثلا زاني واحد نزلت، لعبت الحركات اللي عندي لازم اظل اكررها في الهواء، ماشي؟ لازم اظل اكرر الحركات واحد اثنين واحد اثنين مثلا، لعبت تمام. الان صارت هاي عندي، الان صارت يعني تبرمجت في جسدي كبرنامج حركي، تمام. الان لما بدي اطبقها لازم ادمج المشاعر. طبعا الخطوه الثانيه هاي لازم ادمج مشاعري في التربيه. في ناس يعني بشوفهم بيلعب تلاقي زي هيك، طيب وين تعبيرك؟ احنا بنعطي في الكاراتيه كاتب، تلاقيه واقف من هون هيشتغل، تطلع عليه التعبير كله اختلف، انسان صار انسان اخر. انت لازم تكون هيك، لازم تكون انسان اخر. الان لما ابدا العب مثلا بدي اتمرن، انا تبع على وجهي، انا ما بيهمني الحركه، مش هتكلم عن الحركه، بيهمني وجهي. شوف انا واقف صار مثلا معي موقف معين، واحد او مثلا بدي اتمرن، خلينا على التمرين، واحد تلاقي صرت انسان اخر. اذا تدمج المشاعر، كل ما دمجت المشاعر كل ما كانك قاعد تخدع العقل، انه افرز الادرينالين، بدي محتاج كمان افرز، محتاج كمان افرز، تمام. نيجي الان للنقطه الثالثه، انه انا بدي اخوض قتالات، لازم العب مع قتالات مع زميلي، مع زملائي بالنادي. طبعا تمرين القتال او القتال نفسه بيختلف عن، يعني انا لعبت مع صديقي الان انا وياه مع بعض، في الان في الفتره هاي في المرحله هاي ما في صداقات، تاخذ كل شيء تلعب كل قوتك. طبعا في البدايه تلعب مع واحد مثلا من نفسك، واحد من نفس مستواك، بعدين تزيد زيد 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 زيد، كل ما انضربت كل ما ضغطت اكثر. ممكن في البدايه اي انسان بيحاول يهرب من المواقف الصعبه زي هيك، بصير يتهرب، كثير من الناس بتهربوا. علميا 5%
من كل 100 يعني 5 بياخذوا اسود كاراتيه ماشي. الان ان لعبت انضربت ما في مشكلة. الآن أنت تتبرمج وترفع مستوى الألم عندك، تبلش تتبرمج إنه خلاص أنا ضربني بدي أكمل. الإنسان العادي اللي بالشارع ضربت أوه تجيه قاعد يقول لك أوه إحنا لا إحنا ضربت هون ضربتني بدي أعطيك كمان واحدة زيها، ضربتني قوي بدي أضرب قوي. تمام. الآن إيش حكينا إحنا؟ أول شيء اللي هي أتعلم تكنيك ماشي، تكنيك شو ما كان التكنيك تاعك، شو ما كانت رياضتك. ثاني شغلة بدي أدمج المشاعر، يعني بدي أدخل كل مشاعري في الضربة. الشغلة الثالثة اللي حكينا عنها الآن إنه لما بدي ألعب بدي ألعب نزالات وأختار يعني فئات أعلى مني مستوى، أعلى مني عمر، أعلى مني مستوى. بعدين ممكن أصير ألعب ضد 2، ممكن ألعب ضد 3. تمام. نيجي الآن لمرحلة مهمة كثير من الناس بتجهلوها اللي هي المرحلة الذهنية. المرحلة الذهنية إنه مثلاً أقعد مثلاً هيك أتخيل شخص بكره، تخيل شخص بكره مثلاً هجم علي وأنا مغمض، بدي أعطي بمخي ماشي بمخي الرد الفعل السليم، الرد الفعل السليم. واحد مثلاً داخل مثلاً في بوكس مثلاً داخل ضربته على البطن مسكت واحد رميت مثلاً ماشي، أعطيته رد الفعل السليم، برد أعيد البرنامج نفسه 2 3 4 5 نفس الحركات. تلاقيك بعد فترة صارت تطلع لا إرادي منك. وأنا صارت معي شخصياً يعني كثير مواقف صارت معي، يعني أحد أصدقائي مرة كان واقف وأنا إيدي جوا جيابي زي هيك واقف حاط إيدي جوا جيابي، فواحد هجم عليه معموس. أنا شفت هيك الموقف ما بعرف صار إشي تب ولا الرجل على أنا اللي أذكره إنه رفعت واحد تب ضربته ضربة هون وقع على الأرض نسى إيدي بجيابي. فكان البرنامج اللي فيه آلي، كان البرنامج آلي. انت لازم توصل لمرحله البرنامج الالي، مش انه تيجي مثلا تفكر. طبعا كثير من الناس متاثرين بالافلام، شوف الفيلم بهجم على جيش ولا انه منزل جيش، لا هذا فيلم، هذا فيلم، هذا مونتاج، هذا الحركات التركيبيه، هذا ما لنا فيه. احنا كقتال لما بدك تلعب كل شيء يعني بده يكون اول شيء انت اللي تعلمته حتطبقه، اللي تعلمته حتطبقه بس، عرفت؟ يعني مش انه مثلا زي مثلا زي الافلام الهنديه قال فجاه بيطلع له فيه قوه خارقه وبيطلع بيعطي كل شيء، يعني بيطلع له زي هيك يعني واحد بيدخل فيه برنامج وبيبلش يطبق. لا ما في هذا الحكي. تمام. الان لما بدي في مرحله كمان اضافيه اضيفها، انه لما بدي اتعلم او العب مثلا تكنيكي على الهواء، بدي ادمج مشاعري في التكنيك اللي على الهواء. بدي اتخيل واحد قبالي، واحد انا بدي احاول واحد مشاعري بدي ادمجها، ضربت اقوى شيء عندي. طبعا مع التكرار، مع تكرار الوقت راح تحصل على النتيجه اللي بدك اياها. لا تستسلم البدايه وحاول يعني امشي خطوه بخطوه خطوه بخطوه وراح تتعلم خلال شهر شهرين ثلاث الله اعلم كيف. يعني بالنسبه لك انت راح تشوف انه هذا كل شيء يعني صار برنامج فيك وصار الامر هين وراح تتعود عليه. طبعا في نقطه حذيفها بالنسبه للي بيلعبوا قتال، بعض الرياضات الناعمة بغض النظر ما راح اسميها الرياضات الناعمة، تلاقي واقف مثلا من بعيد صارت مشاهد قدامي كنت اشوفها، هذا مع اسود هذا ولا شيء، هذا من خارج يعني التقوا بالشارع صارت المشكله دو 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 دو. اللي بعرفش شيء كسر اللي بيلعب مع قتال اللي معاه مثلا حزام اسود مفترض. فايش كانت المشكله؟ اللي معه حزام اسود كان بيلعب باسلوبه الناعم. شو ما تعلمت شو راح تطبق، شو تعلمت شو اللي راح تسويه بارض الواقع. تعلمت لمس راح تضلك لمس، تعلمت قوة راح تسوي بقوة. وصلت؟ أي سؤال، أي تعليق، أي شيء، احنا جاهزين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة على اليوتيوب FAHIDALMUHER فهد المهر، فهد المهر بالعربي، هاي طبعا تكتبها بالانجليزي، أو على الفيسبوك قوة صحتي. ويعطيكم ألف عافية، وأي شيء أنا جاهز.